الراجل انزعج جدا. خدوا بالكم هو هناك قاعد بيجهز، بس هو برضو من الناس اللي بتجهز لبكرة مش بس النهاردة، يعني عمال يجهز لقائمة الكاس الأمم، عمال يجهز ويرتب للنظام هيبقى ازاي، السفر هيبقى ازاي، الإقامة في الكاميرون هيبقى ازاي، عمال يسأل في كل ده. المعسكر بقى اللي يسبق كاس الأمم هيبقى ازاي. هو كان متفق مع أحمد بجاهد، وأحمد بجاهد متفق معاه رئيس اللجنة اللي بتدير الاتحاد، ان المعسكر خلاص المعسكرات تتعمل في مشروع الهدف. الناس خوفته مشروع الهدف، يا عم مشروع الهدف ايه ده، لسه معمول ده نجوم. الراجل راح مشروع الهدف فوجئ انه نضيف جدا، وفوجئ انه يحقق فعلا رغباته كمدير فني في كل شيء يحتاجه كمدير فني. يعني ايه؟ يعني عنده الاوتيل نضيف جدا 5 نجوم، عنده الملعب لازق في الاوتيل، ملعب قانوني كبير وملاعب صغيرة، عنده الجيم على احدث طراز، عنده الجاكوزي والساونا والكلام ده، عنده ملاعب ترفيهية زي الفولي زي التنس بينج بونج، الحاجات اللي هو ممكن يخرج اللعيبة من مود الكرة والتركيز في ماتشات الكرة، وعنده قاعة محاضرات، يعني عنده كل الحاجات، عنده غرف للإصابات والتأهيل وكل الكلام ده. فالراجل شاف ان المكان فعلا رائع جدا، بس هو اتصدم لما عرف ان انتخابات اتحاد الكوره هتتعمل في يناير وقت المعسكر، هتتعمل مش 4 ولا 5 يناير مش فاكر والله، تقريبا 4 يعني. فانزعج جدا من القصه دي، وسال المهندس احمد مجد قال له لازم يكون في حل، لان اليوم ده هيبقى في الجمعيه العموميه موجوده كلها، هيبقى في صحفيين طول الوقت من الصبح، ده انتخابات بقى اتحاد الكوره اكبر مؤسسه كره قدم في مصر، فهيبقى الصحفيين موجودين والكاميرات موجودين والمواقع موجودين والسوشيال ميديا والجرايد وي 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 وي، فهيبقى يوم فيه ازعاج شديد جدا. فهو عمال يشوف حل ومخرج للقصه دي، هل يعمل معسكر لغايه ما الانتخابات تخلص ويروح بمركز الهدف؟ مش هينفع، لانه هيبقى 4 ايام ولا يومين على الكاميرون، فهيسافر. هو البطوله يوم 9، هل ودي قبل البطوله ب5 ايام، هل يفضل هناك وفي اليوم ده يديه اجازه؟ طب هيدي اجازه قبل البطوله ب4 ايام هو بيذاكرها، يعني بيذاكرها حتى الان، لكنه منزعج من فكره وجود الانتخابات.